راح امس شارك كمجموعه وانت مدرب تفيدنا بهالنقطه، امس واليوم شارك في التدريبات الجماعيه، هل راح يكون قادر انه يلعب اليوم الساعه 3 ضد منتخب الاورجواي؟ لا شوف، اذا تسال عن ناحيه فنيه محمد صلاح يمتلك الخبره انه ممكن يشترك في اي مباراه سواء في كاس العالم، لان قاعد يلعب مستوى عالي الدوري الانجليزي وايضا في دوري الابطال، شفنا ليه وصل للمباراه النهائيه وبارى اغلب الفرق القويه في الحاله البدنيه الصحيه. الحاله البدنيه هذه يعني المسؤول عنها الجهاز الطبي، هو اللي يعطيك الاشاره يقول لك 100% اللاعب جاهز للمشاركه. طيب اعطاك 80% تشرك انت مدرب، 80% انا اشوف انه يصير فيه تحفظ على 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 يعني طريقه المنتخب المصري او الاداء اللي راح يكون في مباراتهم الاولى ضد الاورجواي، مباراه قويه تعتبر خصوصا بعد ما شفت يعني ترى المنتخب المصري يمكن محظوظ انه لعب المباراه الثانيه، في بعض الاحيان تصير مشاكل المنتخب السعودي يستغلها الفريق الاخر، يقول لك ممكن انا اظهر بشكل مثل اللي ظهر في المنتخب السعودي، لكن اذا اتكلم عن محمد صلاح الناحيه الفنيه جاهز يلعب. طيب لا انا اتكلم عن الناحيه البدنيه، شو تفضل انه يبدا اساسي ولا يكون اذا كان جاهز؟ لا اذا ما كان جاهز مثلا 80% ان انت مدرب وطلال يمكن حصلت وياك انه تكون مباريات مهمه في نهائي او في قبل النهائي، نشوف انه يعني اذا كان مو جاهز 100% انا التريث وانه يقعد اللاعب وفي يعني انت ماخذ مجموعه، انت ماخذ 21 لاعب وياي، بس ما تشوف انه وجوده صحيح هو مفتاح اللعب، هو النجم الاول في منتخب الزملاء، ممكن يشكل ضغط على مدافعين صحيح، وممكن يعطي للاعبين حافز لما يكون وياهم بدكه الاحتياط، يعطي اللاعبين حافز. في بعض الاحيان تصير ترى مشاكل المنتخبات او مشاكل الفريق بشكل عام تصير يعني اذا انت يعني تمتلك الخبره، وانا اعتقد انك كبر يمتلك خبره كبيره، في بعض الاحيان مشاكلك الفنيه تستغلها وتحولها الى 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 شيء ايجابي من خلال مشاركه بعض اللاعبين، ما تدري منه ما تدري ايش يصير في المباراه.